واحد بيقول في لاويين في ان مريم اخت موسى ضربت ايضا بالبرص، سفر العدد 11 9 11. لا، مريم ضربت في البرص في الصحة 12 من سفر العدد. وبيقول في العهد الجديد الابرص الى اخره والعشر البرص رجع منهم واحد، فهل البرص ضربة من ضربات الله ام هو مرض مثل كل الامراض؟ وهل الامراض المنتشرة الان هي ضربة من ضربات الله مثل مرض الايدز وغيره؟ المرض ممكن يكون اي مرض جسدي له اسباب طبية جسدية عادية زي اي مرض، وعلى الرغم من هذا ممكن ان يكون ضربة من الله، يعني تنفع دي وتنفع دي. يعني لما تقرأ في تثنية اصحاح 28 الضربات تلاقوا احيانا يقول يضربك الله بالحمى والبواسير والحاجات، طب ما هو كل دي امراض عادية. لكن ممكن الامراض العادية في حالة غضب ربنا تبقى ضربة من الضربات، زي واحد يصيبه العمى نتيجة اهماله في بصره او نتيجة اي سبب طبي يعني، وجايز يجي له العمى كضربة. فممكن يحصل كده وممكن يحصل كده. اما مرض زي مرض الايدز فمعروف انه بيأتي من احيانا من خطية واحيانا لاسباب طبية. احيانا من خطية زي امراض الشذوذ الجنسي والحاجات دي، واحيانا يكون دم انتقل من واحد لواحد ولو في عملية ويسبب المرض. يعني لدي لدي. اما كونه يبقى ضربة، الكتاب ما جابش سيرته خالص، يعني دي حاجة جديدة ما نعرفهاش. لكن أي مرض ممكن لو حب ربنا يضرب بيه. لكن معروف إن الإيدز بيكون إما بسبب نواحي جنسية أو بسبب دم ينتقل من مريض إلى سليم.